بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كيعرف فضاء المؤسسة التربوية عيل الخشبة الجماعتية بجامعة سول واحد النشاط بيئي ثقافي مع مجموعة من الشباب القطريين اللي اختاروا المملكة هذا العام في إطار فعالية المغرب قطر 2024 الرسمية. وهذا النشاط الجمعوي الموازي التطوعي اللي من خلاله بغينا نوصلوا رسالة واحدة وهو أن بالتطوع بالعمل الجماعي بالإنسانية اللي فينا احنا كمغاربة وك يعني ممكن أننا نصدروها للعالم. وكذلك هو واحد التثمين إلى لاحظتوا أن الصورة الإيجابية والصورة الجميلة اللي خلاوها المغاربة في مونديال قطر خلات واحد الفضول لدى الشارع القطري والشعب القطري أنهم يعرفونا أكثر. فاليوم كيتجسد هذه القضية من خلال التطوع، من خلال العمل الإنساني، من خلال العمل الاجتماعي، وكذلك من خلال الطبخ المغربي، من خلال يعني الطيبوبة الشعب المغربي والاستقبال ديالو. وكذلك هادو كاملين خلات هاد الشباب منبهرين بما نقوم به كمجتمع مدني ومنبهرين بنا كشعب مغربي في كل ما ذكرت. لذلك هاد العمل ما هو إلا واحد رسالة بأن التطوع، بأن العمل الإنساني، بأن العمل الاجتماعي، بأن العمل البيئي يجمعنا ويخلينا بأننا متضامنين وأن كنسوقوا المغرب ديالنا واحد أحسن صورة كما بغى سيدنا الله ينصره من خلال يعني التدعيم الدبلوماسية الجمعوية والتدعيم الدبلوماسية الموازية باش نكونوا خير سفراء البلاد. ناس واجهوا عندنا الناس ومشينا عندهم خص تكون هذه الصورة. وهذه رسالة للشباب كذلك للخيرات العمل التطوعي لأنه مهم وكيعطي قيمة إنسانية وكيخلينا نحسوا بالقيمة ديال التواجد ديالنا على هذه البلاد، لأن التطوع عنده واحد الدور في الاندماج وفي كسب واحد الهوية مغربية أصيلة اللي خلاوها لنا جدودنا. خصنا غير نحافظوا عليها ونطوروها وممكن أننا نكونوا متميزين سواء في المغرب أو خارج المغرب. سهى رسلام من قطر، طبيبة وبشتغل في الإدارة الطبية في قطر. جاية دلوقتي أول زيارة ليا للمغرب الحقيقة، وأول مرة أشارك في فعالية تطوعية. سعيدة جدا جدا بالتجربة. جاية مع متاحف قطر بأمثل الأعوام الثقافية بين قطر والمغرب. تجربة جميلة جدا وثرية جدا اني بشوف ثقافة قطر، وزرنا اماكن جميلة جدا هنا في المغرب، شفنا المدارس وشفنا المؤسسات الخيرية وزرنا اماكن فيها اعمال يدوية جميلة جدا. قد ايه تجربة ثرية ان يحصل فيه تبادل ثقافي بين دولتين عربيتين كبيرتين زي قطر والمغرب. منطقة قروية لكنها رائعة مليانة بكل الخير، الوشوش الجميلة والابتسامة والروح الحلوة عند الشباب والأولاد والمؤسسين للمكان ادتنا احساس باننا في بلدنا وادتنا احساس ان احنا وسط اهلنا. الكرم بتقديم الاكل الجميل اللي جربناه، الاكل المغربي اللذيذ جدا، والحسن الاستقبال والاغاني واندمجنا معاهم بسرعه فحسينا ان احنا وسط اهلنا. الحقيقه لازم هاجي مره تانية علشان المره دي انا جايه مشاركه تطوعيه. الاسبوع قاعدين تقريبا اسبوع او 10 ايام كاملين بنعمل ورشات تطوعيه في اماكن مختلفة داخل الرباط، لكن المرة الجاية لازم تكون لي زيارة سياحية أزور كل المناطق الجميلة اللي في المغرب، شفشاون وفاس ومكناس والمناطق الحلوة اللي أنا سمعت عنها وشفت صورها. الزيارة أكيد هتتكرر لازم. كلمة أخيرة للمغاربة، بحبكم جدا. هشام نقر، مدير المدرسة الجامعاتية عين خشبة. أنا جيت سعيد اليوم كمدير المؤسسة أنني تشرفت باستضافة أشقائنا أعزاء من بلد عزيز علينا وهي دولة قطر الشقيقة، الذي يأتي في إطار أسبوع التلاقح والتبادل الثقافي. النشاط من تنظيم جمعية أمل سلا، وبهذه المناسبة يعني أشكر السيد يوسف الشفوعي رئيس جمعية أمل سلا على ثقته الدائمة في مدرسة عين خشبة الجماعتية لتنزيل الأنشطة خصوصا البيئية والثقافية والتربوية. شكر العامل صاحب الجلالة بسلا على ثقته كذلك في مدرسة عين خشبة الجماعتية لاحتضان مثل هذا الوفود الأجنبية، وهذا ليس بالوفود أول وفد وإنما سبقته وفد أمريكي قبل ذلك. يعني دائما مدرسة عين خشبة تبقى يعني
بوابة منفتحة على كل الفعاليات المجتمع المدني وحتى الفعاليات الدولية. لماذا؟ لأن المدرسة عين خشبة الجماعتية باعتبارها مدرسة جماعتية يعني تحتضن فضاء اجتماعيا يأوي قرابة 70 طفل وطفلة، وبالتالي فهم يستفيدون من هذه الأنشطة، وكلهم يعني أغلبيتهم ينحدرون من مناطق هشة، وبالتالي مثل هذا الانفتاح الإدارة على مثل هذه المبادرات يأتي في إطار محاربة الهدر المدرسي، في إطار تشجيع الحياة المدرسية، في إطار انخراطنا كذلك في مدارس الريادة التي من أهم أهدافها تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها، بغية الرقي بالأداء التربوي داخل المؤسسة التعليمية، ولا سيما أننا نحتوي على مؤسسة بفضاءاتها وبمرافقها، قاعة الإعلاميات، قاعة مطالعة، فضاء اجتماعي، قاعة فضاءات رياضية، يعني 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 مؤسسة متكاملة، وبالتالي يجب التكامل البنيوي، التكامل البنية التحتية أن يرافقه تكامل في الأنشطة وفي البرامج وفي الانفتاح على مختلف الفاعلين، وهذا ما يندرج في إطار هذا السياق، يعني أننا نستضيف مثل هذا الوفود اللي جاوا اليوم باش يعملوا لنا أنشطة يعني بيئية وثقافية وتربوية. كل الشكر لجميع المتدخلين في إنجاح هذا النشاط، وتبقى يعني مدرسة عين خشبة بإدارتها وبطاقمها التربوي وبجمعية آبائها وبمتعلمها دائما منفتحة على كل مثل هذه المبادرات. السلام عليكم، عبد اللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر، ومتطوع جزء من الرحلة التطوعية اليوم في برنامج السنوات الثقافية قطر المغرب. متاحف قطر هي مؤسسة رائدة في العناية بالتراث الثقافي والصناعة الإبداعية، ونقل جزء من ثقافتنا إلى العالم، ووجودنا اليوم يساهم في الربط بين الموضوعين. نحن ننقل جزء من ثقافتنا إلى المغرب، ونستمتع بالاطلاع والتعلم من الثقافة المغربية العريقة ومن شعبها الواعي المخلص لبلده. وجودنا اليوم في هذا المركز نساهم في تنمية المركز والحفاظ عليه للأجيال القادمة. ستكون مساهمتنا بإذن الله عبارة عن إعادة تأهيل لملعب كرة قدم، نؤمن أن الرياضة توحد، وكذلك إضافة رسمة جدارية لتخلد هذه الزيارة وتنقل جزءا من التاريخ الذي يحصل اليوم بإذن الله. التبادل الثقافي مهم لتنمية الهوية الوطنية، فبمقابلة الأفراد ومقابلة الفئة الطلابية اليوم نشير لأهمية الاعتزاز بثقافتهم وأهمية التعرف على الثقافات الأخرى والتعلم من الدروس المكتسبة بإذن الله. فهذه البرامج التطوعية هي أداة لتوحيد الشعوب وتنمية الوعي الداخلي. منذ لحظة الوصول إلى المطار في الدار البيضاء هناك ترحيب كبير منذ لحظة الوصول، الكل يحاول الترحيب، الكل يسأل من أين أنتم، الكل ينقل لنا معلومات، يقدم لنا توصيات، الركوب إلى الحافلة، إلى الوصول إلى الرباط، إلى الوصول إلى الفندق، حتى في تنقلاتنا في السوبر ماركت الكل يتقدم. خرجنا من مرافقنا بثيابنا القطرية، وكان الكل يسأل والكل يرحب، الكل يهنئ بالفعاليات الرياضية، وكانت مناسبة سعيدة جدا للتعرف على أشخاص نأمل إن شاء الله أن يكونون أصدقاء وزملاء في المستقبل. السيد يوسف كان مرحب من اللحظة الأولى. دائما ننظر لمثل هذه البرامج أننا نكسب البشر قبل أن نكسب المكان، فحقيقة كسبنا أخ وزميل، ونتطلع للعمل معه ليس في هذا البرنامج فقط، لكن إن شاء الله في السنوات المقبلة وفي برامج مقبلة بإذن الله. السلام عليكم، معكم عضوة في جمعية أمل صلا. اليوم كيف ما كتشوفوا متواجدين بهذا الفضاء هذا اللي هو مؤسسة عين خشبة المتواجدة في السهول. احنا اليوم هنا متواجدين مع اخوتنا القطريين اللي جاوا هذا اليوم عندنا في مجموعة ديال الأنشطة بينها الثقافية والبيئية. كيف ما كتشوفوا قاموا بمجموعة ديال الزراعة ديال المشاتل، وهنا داروا الجدران كي داروا فيهم معالم ديال قطر، وهنا عندنا عاوتاني المعالم ديال المغرب. ومن هذا المنبر هذا كنوجه الشكر للجمعيه امل سالا اللي ديما كتقوم بهذه المجهودات هادو. كان تعامل زعما ما لقيناش شي صعوبه، حيت اول حاجه حنا مسلمين، ثالث حاجه كنتكلموا بلغه وحده اللي هي اللغه العربيه، دونك ما كاينش مشكل، وكيف ما كتشوفوا راه كلشي مندمج مع بعضياته وكاملين متعاونين. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.